بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل لوليك الفرج والعافية والنصر. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في حلقة أولى من برنامج نافذة تربوية على قناة مأتم المرخ في اليوتيوب. حلقتنا اليوم تتناول التربية الإسلامية، والتربية عامل أساسي في بناء الإنسان على الصعيد الفردي، وفي فقدان التربية الصحيحة ينحرف الفرد فيكون عالة على المجتمع وبقية الأفراد. لذا ففتح أذهان أولياء الأمور ومسؤولي التربية وتوجيههم ولو من نافذة ضروري، بل وضروري جدا. نرحب بكم أعزائي المشاهدين مجددا في برنامجكم نافذة تربوية، والذي نطل عليكم فيه في شهر رمضان المبارك من خلال قناة مأتم المرخ. وقبل أن نبدأ حلقة اليوم مع سماحة سيد هاني المعلم، نكون في هذا التقرير. تلعب التربية دورا رئيسيا في بناء شخصية الإنسان، وقد أولت الآيات القرآنية والأحاديث اهتماما بالغا بعملية التربية بما يبني الفرد وإمكانياته وينمي قابلياته، وذلك لجعله قادرا على الاندماج في المجتمع وخدمته من أجل تحقيق الأهداف الإسلامية العالية. فالحاجة إلى التربية لم ترتفع اليوم، بل على العكس، ففي ظل الأمواج العاتية التي تأتي بها الثقافة الغربية وسياسة العولمة ضد الأصول الإسلامية الفكرية والأخلاق النقية، تشتد الحاجة إلى عملية التوجيه والتربية للإنسان أكثر من أي وقت مضى. وقد طرح في هذا المجال عدد من الأسئلة من قبل القائمين على عملية التربية في الإسلام، كالأسئلة التالية: ما هي التعاليم التي وصلت إلينا في مجال التربية؟ وما مقدار واقعيتها وموضوعيتها وملاحظتها للجانب النفسي في الطفل في بدايتها؟ وما مدى مطابقة نظريات وأساليب التربية والتعليم الحديثة مع التعاليم الإسلامية؟ الآن أنا في الثانوي، يوم يحصل على شهادة تخرج الثانوية يفرح، يقول هذا يوم متميز في حياتي. فمسألة التربية أشغلت العلماء والباحثين والفلاسفة منذ قديم الزمان، وقد حرص عدد كبير منهم على إلقاء البحوث وتأليف الكتب وإنشاء النظريات في مسألة التربية خصوصا لمرحلة الطفولة. لذلك فمحاولة صياغة مفهوم سليم وأهداف وصناعة أدوات تحفظ الهدف الإسلامي في عملية التربية هو أهم واجبات القائمين على هذه العملية الصعبة والشاقة. أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم مجددا مع سماحة السيد هاني المعلم. سماحة السيد، نرحب بكم في برنامج نافذة تربوية على قناة مأتم المرخ على اليوتيوب، ونبارك لكم حلول شهر رمضان المبارك. الله يبارك فيكم إن شاء الله، وشكرا على الاستضافة، وإن شاء الله من هذه النافذة نطل على المفاهيم التربوية اللازمة من وجهة نظر إسلامية، ونجيب على الأسئلة بما يستفيد منه إن شاء الله الجمهور والمتابعين. سماحة السيد، طبعا المحور الأول راح يكون نظرة على مبادئ التربية. هل هناك إسلاميا علم يعرف بعلم التربية الإسلامية؟ وهل هناك تعريف للتربية يمكن من خلاله أن نتلمس قيمتها؟ بلي، إذا جينا إلى علم التربية في البداية هو تصنيفه كعلم ليس بالتصنيف القديم، وإنما تصنيف جديد. ولذلك ما نقدر نقول أنه لما بعث الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وجاء بالقيم الإسلامية والمبادئ وإلى آخره من مكونات الدين، جاء بشيء يسمى التربية. ولكن نحن نستطيع من خلال أدبيات الإسلام أن نفهم وجهة نظر الإسلام فيما يتعلق بالتربية. التربية
هو عيل مقائم على أمرين، الأمر الأول التوجيه والإرشاد، والأمر الثاني زرع القيم. فإذا جينا إلى هذين الأمرين احنا نجي نشوفهم موجودين في الإسلام بصورة واسعة جدا، بل قد يكون الإسلام كله نوع من أنواع التربية، كل الإسلام، لأنه يوجه الفرد المسلم نحو الله سبحانه وتعالى، ما فيه صلاح نفس الإنسان وما فيه صلاح المجتمع، هذا توجيه. وفي هذا التوجيه يزرع الكثير من القيم والأخلاق والآداب. فالإسلام كله نستطيع أن نقول أنه تربوي في كل صوره. أما إذا جئنا إلى أنه هل يوجد تنظيم إلى هذه القواعد التربوية الإسلامية في يعني تصنيف معين في منظومة معينة، نستطيع أن نقول أن هذا هو علم التربية الإسلامية؟ لا، هذا مو موجود. ولكن التربويون الإسلاميون يستطيعون اقتناص المعلومات والأمور التربوية من أدبيات الدين، من الآية ومن الرواية ومن الحديث، ويستطيعون عن طريقه أن يصنفوا علم أو طريقة للتربية بهذه الطريقة. يعني ليس هناك علم منظم بخصة. ما موجود علم منظم، ولكن ما موجود في الإسلام نستطيع من خلاله أن نفهم أن الإسلام يريد أن يربي الفرد بهذه الطريقة، يزرع فيه هذه القيم، هذه المبادئ بهذه الطريقة. لأن الإسلام قائم على التربية سمح سيد كما قلت، إذن الإسلام وضع أهداف، فما هي هذه الأهداف اللي وضعها الإسلام للقائمين على التربية للوصول إليها؟ علم التربية في هذه الأيام منطلق من تربية الطفل في مراحله العمرية لكي يصل به في نهاية الأمر إلى أن يكون فردا صالحا. والإسلام يريد من الفرد الذي يتبع قوانينه ويتبع هذا الدين أن يكون فردا صالحا في مجتمعه، ولأجل ذلك يرشده بعدة إرشادات. هذه الإرشادات تطال كل نواحي الحياة، فما موجود عندنا تربية لأجل جانب معين فقط. في الإسلام التربية تشمل جميع الجوانب. وعلى هذا الأساس فإذا جئنا إلى أهداف معينة نريد أن نحددها بشكل عام في جميع نواحي الحياة. الدين الإسلام يريد أن يربي الإنسان لكي يكون صالحا ومنتجا في مجتمعه في جميع نواحي الحياة. لذلك احنا دائما نقول أن الدين هو أسلوب حياة، الدين أسلوب حياة. الفرد المتدين هو الذي يعيش الإسلام، يعيش الدين في جميع أمور حياته. فيجي الإسلام يربي الإنسان لكي يكون صالحا في مجتمعه، لكي يكون صالحا في زواجه، لكي يكون صالحا في علاقته مع الله سبحانه وتعالى، لكي يكون صالحا ومنتجا وفاعلا في واقعه بهذه الطريقة. فالأهداف الموجودة أهداف عليا، هذا من جانب إرشادي. من جانب زرع قيم وزرع آداب يأتي إلى أقل الأمور التي ممكن علم التربية الحديث ما التفت إليها أو ما يعيرها اهتمام باعتبار أن هذه مو من المسائل اللي يبحثها. أقل الأمور أبسطها الإسلام يلتفت إليها، وجود الإنسان داخل بيت الخلاء وموجود إليه آداب، وهذه الآداب نوع من التربية، بحيث أن الطفل أو الفرد لما يدخل إلى هذا المكان يعرف شنه المفروض منه أنه يسوي. فهذه آداب الإنسان في مجتمعه، الإنسان مع الكبير، الإنسان مع الصغير، الإنسان مع زوجته، هنالك آداب، هنالك أخلاق، هنالك قيم، هنالك أمور لابد أن يلتفت لها الإنسان في تعامله معها. يعني نقدر نختصر هذا الموضوع بهدف الإسلام الكبير وهو الوصول بالإنسان للكمال المطلق، صناعة الإنسان الناقص لكي يكون كامل، أكثر كمالا، يعني أكثر كمالا لكي يكون الإنسان الكامل. ويعطي لذلك نماذج ممكن في خلال الكلام نتكلم. الأبعاد اللي على الآباء والأمهات مراعاتها
وعنايتها بتربية الأطفال، خصوصا الطفل في المراحل الأولى بحاجة إلى الأب في كل والأم في كل صغيرة وكبيرة، فما هي الأبعاد اللي عليهم أن يحيطون بها وأن يعتنون بها في تربية الطفل؟ احنا من خلال إجابة على هذا السؤال خلونا ننتقد الواقع الموجود عندنا. نعم. الواقع الموجود عندنا ممكن الالتفات اللي يلتفته الآباء إلى الجانب المادي في توفير الحاجات المادية لأطفالهم، أكل، شرب، ملبس، ترفيه إلى آخره، وقد نكون يعني نستطيع أن نقول أن أكثر الآباء مكفين وموافين في هذا الجانب، إلا أن التربية ليست حكرا في هذه الزاوية فقط، وإنما هي أيضا توفير أبعاد أخرى غير البعد المادي، البعد النفسي. البعد النفسي بعد ضروري جدا، أن يشعر الطفل بالمحبة من عند والديه، أن يشعر بالقبول، أن يشعر بأنه فرد من العائلة، أن له رأي، خصوصا يعني مو بس الطفل في سنين عمره الأولى، لا يعني يمكن احنا عقب شوي نتكلم عن المراحل العمرية فنجي نشوف أن لكل مرحلة عمرية موجود متطلبات نفسية. نعم. فهذه المتطلبات مطلوبة. بعد آخر البعد الروحي، البعد الروحي في الأطفال الطفل ينظر إليه في أبويه، ولذلك يجي عندنا بعض الروايات اللي تتكلم أن الأطفال ينظرون إلى آبائهم أنهم الذين يرزقونهم، وأن الطفل ينظر إلى أبوه بأنه الإنسان الكامل والنموذج الأكبر، فأنت لابد أنك أنت تصير نموذج ممتاز وتغذي روحية ابنك، أنت تغذي جسد ابنك، تأكله وتشربه وتلبسه وإلى آخره، وهم كذلك مطلوب من عندك أنك أنت تغذي روحيته. روحيته هي اللي تخلي الطفل يسعى إلى الأعمال الصالحة، يأنس بالعبادة، يأنس بوجوده في أماكن الذكر وإلى آخره من هذه. يعني نقول القدوة الحسنة، الأب والأم يكونوا القدوة الحسنة بشكل عملي. بلا شك هم النموذجان الأوليين الذي يراهم الطفل وتنعكس أمور حياتهم عليه. خلني أقول لك هذه القصة وممكن أنه يعني تشير إلى جانب معين. أحد المدربين يقول أنه راح إلى منطقة يعني عنده محاضرة تدريبية، فيعني أراد أنه يشرب مشروب غازي، ومعروف أن هذه المنطقة فيها ثلاجات معينة تخلي العملة وتضغط على الحبة ويطلع لك المطلوب. نعم. فراح إلى أحد هذه الثلاجات وكان قدامه طفل صغير، هذا الطفل الصغير خلى العملة المعدنية وضغط على اللي يريده، بعدين ركل الثلاجة، طاحت هاي العلبة، بس هذا استغرب من هذا الفعل، فقال إليه تعال ليش سويت هذا الشيء؟ فقال أبي يفعل ذلك. يوم من الأيام الطفل كان ويا أبوه، وهذا الأب خلى العملة وضغط على الحبة فما نزل في مصير هاي الأمور، فعطاه شوته زي ركلها نزل، فهو الولد حسب أنه بهذه الطريقة يعني هذه واحدة من الخطوات اللي يسويها لما يريد يحصل على المشروب الغازي من هذه الثلاجة. فتعال شوف أن الابن شلون ينظر إلى أبوه، ينظر إلى أبوه على أنه الأكمل. وممكن احنا نلاحظ هذا الشيء في أبنائنا لما يتجمعون يا بعض أبناء العموم والخالات وكذا إلى آخره، كل واحد تشوفه يتكلم عن أبوه على أساس أنه البطل الكامل. الأطفال أبوي سوى كذا، أبوي كذا، أمي كذا، أنه إحنا الأفضل دائما. ولما يسمع آخر عنده أفضلية ويقوم بعد يزيد شوية من عنده عشان يحصل على الأفضلية. فهذا الأمر واحد من الحاجات، هي حاجة نفسية ما لها دخل بالأمور المادية، هي حاجة نفسية. الحاجات الروحية هم كذلك بنفس الطريقة، إذا الولد شاف ان ابوه يكذب، او ان ابوه ما يصلي صلاة الصبح في وقتها، او ان ما يصلي مثلا، فهو يحاكي افعال ابوه، يحاكيها بكل وحتى قد تدخل فيها البراءة، براءة الطفولة. مثل ذاك اللي مر على واحد
فجاء الولد إلى أبوه يقول إليه بابا أكو واحد يريدك برا. فقال له قل إليه إن أنا نايم. فراح الولد إليه وقال إليه أبوي يقول لك هو نايم. شنو قال له هو نايم هو قاعد. فبراءة الطفولة هو ما يدري إن هذا كذب، لكن الأب قال لولده يعني أعطاه درس ما راح ينساه أبدا في الكذب. هو هذا المحاكاة هي أحد العوامل. فسيدنا ما هي العوامل المؤثرة في عملية التربية غير المحاكاة؟ يعني هذه المحاكاة الأب والأم قد تكون أحد العوامل. البيئة، ما هي العوامل المؤثرة؟ البيئة مؤثرة، الجو اللي ينشأ فيه الطفل، العائلة الكبيرة، المدرسين، المدرسة، الروضة، كل ما يحيط بالطفل يعتبر عامل مؤثر في العملية التربوية. ولذلك احنا نحتاج بشكل كبير ان يتحمل الآباء جهد مضاعف، لان الواقع اللي حوالين ابنائهم مو في كثير من الاحيان هو الواقع الايجابي. فيحتاج الأب أن يكون هو المصحح ويكون هو المرشد، وهذه واحدة من الأمور التربوية. يعني لو كان الواقع الموجود في مجتمعه واقع إيجابي، هذا أمر راح يخفف على الأب أو على المربي. المدرسة مو أمر إيجابي، يحتاج أن الأب يتدخل عشان يخلي الأمور في نصابها. العائلة الكبيرة، أبناء العمومة وأبناء والأخوال وإلى آخره، يحتاج الأب يتدخل لما يشوف غلط معين. الروضة، المدرس، والمدرس لما نقول أو المرشد أو المعلم، مو بس المدرس في المدرسة، هم المدرس في التعليم الديني، هم المدرس والقدوة الموجودة في المجتمع، كل هذه عوامل تأثر في العملية التربوية. بعضها تحمل ثقل وتكليف عن الأب، وبعضها تفرض على الأب أنه يكون دائما موجود عشان يعدل الاعوجاج. لو كان هذه المحاور سيدنا يعني كأنما احنا نقول أنه صح في عوامل خارجية وعوامل إيجابية وعوامل سلبية، ولكن يبقى أن الأم والأب هم المحور، هم المحور. فأبواه، ما الرسول الأعظم ما أعطى تلك العوامل القيمة الأولية، أعطى الأبوين القيمة الأولية. يولد المرء أو يولد الطفل أو يولد كذا الإنسان على الفطرة، فأبواه يهودانه ومجسانه ونصرانه. القيمة الأولية تقع على عاتق الأبوين في أنهما يكونون المربين المرشدين لأبنائهم. يعني طريقة تعامل الأب والأم هم من يحددون أنه هل يكون يهوديا أو نصرانيا أو مسلما ومع القيم والأخلاق يعني اللي تتبع هذه الأمور. يعني طبعا مسلما بأخلاقه وبتربيته. نعم، وكذلك بقية الديانات. في مقولة إلى حد علماء التربية يقول أن يعني ممكن هذه معلومة موجودة في أذهان الكثير، أن 95% من عملية البرمجة التربوية تصير في 5 سنوات الأولى أو في 7 سنوات الأولى. فهذا معناته أن كثير من القيم اللي احنا نحملها هي اللي أخذناها في السنين الأولى من حياتنا. بعد ذلك يعني من المراهقة أو من الشباب أو من الرشد، هناك يجي تعديل، إنما هي مثل ما يعني تقريبا أبديتات الأساس مال البيت وبعدين الأبديتات. ما دام احنا في عصر التكنولوجيا هو قضية أبديت، يعني هو النظام الأساسي معروف أن هذا النظام، بعدين يجي عليه التعديلات ويجي عليه التطويرات وهكذا. ولأن الإسلام سيد مثل ما قلت يعني يهتم بالتفاصيل الكاملة، فهو يهتم بالسنوات الأولى وما قبل السنوات الأولى أيضا، اللي هو قبل الولادة الوراثة. وهنا سؤالنا سيدنا أن يعني الوراثة تؤثر جسديا ونفسيا والأبو وش اسمه من الآباء والأمهات، أمر مسلم بالنسبة للعلماء الوراثة وحتى الإسلام. الإسلام يقول وش اسمه تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس وأن الخال أحد الضجيعين. نعم، وغيره في أحاديث كثيرة وروايات كثير تؤكد هذا الأمر إسلاميا. يعني أمير المؤمنين حينما قال إلى أخيه عقيل انتخب لي امرأة من فحولة العرب لتلد لي غلاما ينصر ابني الحسين عليه السلام. ولكن ربما انتقلت بعض الصفات النفسية مثل ما قلنا السلبية وإيجابية إلى الطفل، فهل التربية قادر على تغيير هذه الصفات من سلبية إلى صفات إيجابية؟ نعم، التربية قادرة، لأن هذه الصفات إنما تعطي الاستعدادات فقط عند الطفل.
يعني البخل، الضعف، الجبن إلى آخره من الأمور السلبية، إذا كانت موجودة في الأعراق التي كونت هذه المجموعة، يعني تكونت هذه الجينات وهذه الأمور في وانتقلت في نفس هذا الطفل، تعطيه الاستعداد. هذا عنده استعداد أن يكون جبان، ولكن إذا تربى تربية على الشجاعة سوف يصبح شجاعا. هذا عنده استعداد أنه يكون بخيل أكثر من غيره، ولكن إذا تربى تربية على الكرم سوف يصبح كريما. نعم، النوازع النفسية راح تكون موجودة، وهذه النوازع النفسية مو بس موجودة عند هذا الذي يعني ورث بعض الأمور السلبية من يعني من أجداده أو من أخواله أو ما إلى آخره، لكن هم كذلك هذه النوازع تصير حتى في الذي لم يرث هذه الأمور. يعني الذي ورث، يعني واحد يجون يقولون إليه أن هذا جده كان كريم أو أخواله كانوا كرماء، شلون صار بخيل هذا الأمر؟ نوازعه النفسية تحركت في أنه يكون حريص وأن يكون بخيل. الاستعداد موجود، لكن العملية التربوية ممكن أنها تغير حقيقة هذا الإنسان إلى خلاف هذا الاستعداد الموجود. وأضرب لك مثال بمحمد بن الحنفية. نعم. محمد بن الحنفية وهو ابن أمير المؤمنين، وأمير المؤمنين أشجعكم علي، ما موجود بعد أكثر من ذلك. محمد بن الحنفية كان أمير المؤمنين دائما ما يدفع به في الحروب، يقدمه ويعطيه، وفي صفين كان هو يحمل الراية. نعم. يقدمه. واحد من الأمور، يعني في رواية الآن مو ذاكرنها بنصها، أن أمير المؤمنين قال إلى محمد في واحدة من الأمور أنه لحقه عرق من والدته. شنو هذا العرق؟ غير أنه واحدة من الأمور الوراثية، هذه. ولأجل ذلك كان أمير المؤمنين عن طريق تدريبه لكي لا يؤثر فيه هذا العرق كان دائما يدفعه في المواجهات، فأصبح محمد بن الحنفية اللي ممكن أن هذا العرق يأثر عليه ويصبح جبان أصبح من شجعان العرب، مو من يعني البسطاء، لا، من الشجعان. والدليل أنه كان يحمل راية أمير المؤمنين عليه السلام في صفين. سماحة السيد، نكون في اتصال ثم نعود. اتصال مع الأستاذ صلاح الخواجة، المدرب في العلاقات الزوجية والأسرية والتنمية البشرية. أستاذ صلاح، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساكم بكل الخير، وكل عام وأنتم بخير وباقي بشأن الكريم. الأستاذ صلاح، في سؤالنا، ما هو التقسيم العمري الذي يطرحه التربويون الإسلاميون لمراحل عمر الإنسان؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحاب المنتجبين. طبعا في كثير من النظريات اللي تطرح في هذا المجال، لكن أول نقطة عندي أريد أفرق بين الطرح العلمي والعقائدي، بين النظرية وبين البصيرة أو السنة. فالنظرية تطرح في عالم النظريات العلمية البشرية اللي ممكن تكون خطأ، ممكن تكون صح، ممكن بكرة مثلا أنه ينفونها تماما. أما البصيرة الدينية والسنة الإلهية فلا تتغير ولا تتبدل. وعليه الآن اللي بتكلم فيه هي ضمن البصيرة الدينية والسنة الإلهية، اللي الحديث المشهور 777. وأنا أؤكد على هذه البصيرة على أن هي البصيرة الأساسية فيما يتعلق بجانب التربية. شو اللي يميز هذا الطرح بين كل النظريات البشرية؟ عندنا اللي هي 777 عندنا ثلاث قواعد فيها، وبعدين بجيب بعض عناوين. طبعا بجيب الآية مسبقا فيها، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. هذه البصيرة تقع ضمن استراتيجية الوقاية، وهذه واحدة من الميزات الأساسية في هذه البصيرة. أما قواعد هذه البصيرة، فأولا
أن كان أنا سمعت سماحة السيد يتكلم عن الخمس أو سبع سنوات الأولى وكلامه صحيح، أن هي تأسيس الأساس إلى بناء شخصية الإنسان. ويقولون العلماء التربية اليوم والتنمية البشرية أن 80% تقريبا تتشكل القواعد الرئيسة في شخصية البني آدم، وعليه لازم نعطيها الاهتمام الأكبر مثل ما طرح الإسلام في هذه البصيرة. القاعدة الثانية أن كل سبع فيها تهيئة، فنتكلم عن من ولادة الإنسان إلى 5 سنوات هذا التركيز فيها عالي جدا، ثم يخف بين 5 إلى 7. ليش؟ حق التهيئة للسبع الثانية حتى يتم الدخول بسلاسة إلى السبع التي تليها اللي بنتكلم عن عناوينها الآن. القاعدة الثالثة أطرح شيء نظرية جديدة، هذه افتراضية من عندي، وهي أن هناك شيء اسمه الفطام في التربية. هذه طلعت عندي نتيجة كثير من القضايا اللي جتني في الاستشارات في المكتب. يعني شو الفطام في التربية؟ المعروف الفطام في الحليب أن الأم تفصم الابن عن الرضاعة، لكن اكتشفنا أنه في كثير من القضايا التربوية تحتاج الأم والأب في تربيتهم يفطمون الابن عنه. مثال فطام عن الحفاظة أن يروح الحمام، الفطام عن الأكل أنه شوي شوي يتعود يأكل بروحه، الفطام عن اللبس شوي شوي يتعود على روحه، الفطام في التعليم أيضا يتعلم شوي شوي بروحه، وإحنا 24 ساعة وياه هذا ما يتعلم، هذا ما ينبني صح. وكذلك الأمور المساحة التربوية عندما يروح له السبعة الثانية، السبعة الثانية اللي هو أدبه سبعا يحتاج المساحة أكبر في الحركة، في الثالثة يحتاج مساحة واجد كبيرة. فعليه الفطام في التربية عملية تدرجية من السبع إلى السبع إلى السبع، هذه قاعدة جدا مهمة. أنا بسرعة أرجع إلى المراحل الثلاث، ليش الإسلام يطرح هذه البصيرة؟ يقول في السبع الأولى اتركوا سبعا أو ملكا سبعا. نعم. هذه الخبراء يتكلمون فيها ضروري، هذه مو العلم فيها. الطفل هذه المرحلة مو يحتاج إلى العلم، مو يحتاج إلى المعلومة، يحتاج إلى لعب، يحتاج إلى حب، يحتاج إلى حنان، يحتاج إلى رعاية، يحتاج إلى أمان. وعليه تواجد الأم والأب في هذه المرحلة مسألة حاسمة وحساسة، أن يكون الأب والأم موجودين. وهذا كان أول يتوفى بشكل رائع قبل 50 سنة، الأم موجودة 24 ساعة، الأب يطلع يرجع الظهر العصر الليل موجود يا العيال، بس الأم متوافرة 24 ساعة. هذه وفر الأشياء الأساس اللي قلنا عنها تشكل 80% من شخصية الإنسان. هذه الأولى، يعني أن يكون ملكا. طبعا لا يعني أنه نتركه ونتباعد عنه، لا، لا، في رقابة إيجابية قريبة حاسب فيها الكثير من الأمور التربوية، لكن نعطيه مساحة من اللعب وليس التعليم. السبعة الثانية أدبه سبعا، وهنا نطرح رؤية أيضا مهمة في التأديب. للأسف الكثير من النظريات التربوية والكتب التربوية تطرح لفظة ومصطلح بمسمى العقاب، وأنا أرفض رفض شديد هذا المصطلح وهذه اللفظة، لأنه إحنا ما قاعد نتعامل كبار ثم نسوي جرأة نعاقبهم. إنما أنا بحث في الروايات أو في الروايات والأحاديث ما في شيء اسمه عند عقاب، في عندنا تأديب. شنو ميزة التأديب عن العقاب؟ العقاب أنك تطبق القانون على إنسان واعي وعمل جرم معين فأنت تطبق على عقاب. أما الطفل أنت تؤدبه، أنت تبنيه، أنت تربيه. وعلي الآن نطرح هذه الرؤية، وهي التربية بالحب. كل أبعاد التربية تتم عن طريق الحب، داخلة في الحب، بداية حب، وسط حب، نهاية حب. فهذه أيضا قضية ثانية جدا حساسة، ولذلك أقول أنه إذا كان التربية بالحب معناته ألفاظنا حب، معناته حركتنا الجسدية كل ما يتعلق بحركة الجسد بدي لانجوش حسب ما يعبرون عنه،
قائمة على الحب، نظرتنا قائمة على الحب، راسنا تحرك قائمة على الحب، أيادينا قائمة على الحب، رجلنا قائمة على الحب. فكل هذا الحاصل إليه على أساس أن نوصل إلى القيم الراقية والمحبة في حركتها التربوية. الأستاذ أما النقطة الثالثة، نعم تفضل تفضل. ثواني فقط، ثواني أستاذ. إذا صاحب سبعة، المصاحبة يعني المصادقة. المصادقة، المصادقة هامة جدا، وهذه تهيئ إليها، تهيئ إليها تهيئة في السبع الأولى والسبع الثانية إلى أن تصل العلاقة قريبة على قولتهم يوم كلوز ويتصل ويتصل كلوز وياهم، أفهمه يفهمني، أتكلم وياه في حوار بيني وبينه، أقدر أتواصل وياه بطريقة إنسانية، أقدر أتناقش وياه في كل أمور الحياتية، أقدر أتواصل وياه إلى اتفاقه. نعم أستاذ، هذا جدا مهم في المصاحبة الثالثة. نعم نعم أستاذ صلاح الخواجة، نشكر تواجدك يانا في هذه الدقائق وإثرائك إلى لقائنا، وإن شاء الله إلى لقاء آخر. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ثم نعود. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه مأدبة الله، فتعلموا من مأدبته ما استطعتم. الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. انظروا في خزائن العلم، كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحين. إنه حبل الله والنور المبين والشفاء النافع. أنزل فيه القرآن عصمة لمن تمسك به ونجاة لمن تبعه. نعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء. الختمة القرآنية يوميا طوال شهر رمضان المبارك على قناة مأتم المارخ في الأوقات التالية. أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم مجددا. وقبل الانتقال إلى المحور الثاني، سماحة السيد في ثواني معدودة تعليقكم على ما تفضل به الأستاذ صلاح الخواجة. بلا شك المراحل العمرية المقسمة عن طريق الرواية المشهورة والتي جاءت بألسنة متعددة يعني عن الرسول الأعظم، وهم كذلك عن بقية الأئمة عليهم السلام، في عملية تربوية وتقسيمها إلى ثلاث سبعات. السبعة الأولى يتركه سبعا، أدبه سبعا، صاحبه سبعا، أمير سبع سنوات، عبد سبع سنوات، وزير سبع سنوات، بالألفاظ المتعددة. فعلا يعني هي قد تكون نموذج إلى العملية التربوية من وجهة نظر إسلامية، وقد تكون هم كذلك جامعة وشاملة إلى أمر ضروري ومهم، وهو متى تنتهي التربوية، العملية التربوية عند الأب، يعني يضل يربي إلى متى. فممكن أن هذه الرواية تقول إلينا أنه إلى 21 باعتبار 777 يوصل، يعني بلغ النضج الكامل، وصل إلى مرحلة الرشد الذي يستطيع من خلاله أن يحسب الأمور ويستطيع بنفسه أن يتخذ القرارات، وما يحتاج إلى موجه ومرشد دائما موجود معه. والإنسان يحتاج إلى الموجه والمرشد دائما إلى نهاية حياته، ولكن كمربي ما يحتاج إلى المرشد اللي يكون وياه 24 ساعة، بل يقدر أنه يختار بنفسه. سماحة السيد، ننتقل إلى المحور الثاني، تعاليم إسلامية في موضوع التربية. من خصائص المرأة وتكوينها اللي الله سبحانه وتعالى أودعها في المرأة استعدادها الكبير جدا لتحمل مسؤولية الأطفال وتربيتهم ورعايتهم بشكل كبير وتفاني لا نظير له. كيف ينظر الإسلام إلى قيمة المرأة كأم، وكذلك بالنسبة إلى قيمة الأبوة؟
يعني أنا ما أتوقع أن في دين في العالم كامل يعطي إلى المرأة الأم في دورها كأم ما يعطيه الإسلام إلى المرأة في دورها كأم. في الإسلام أن لا أحد يستطيع أن يوفي حق الأم فيما تقدمه إلى أبنائها. لذلك لو نقرأ في رسالة الحقوق إلى الإمام زين العابدين يصف الأمور اللي تسويها الأم: تكسوك وتعرى، تضحي وتظلك، وإلى آخره من الأمور. ثم في النهاية يقول أنه وكل ذلك على أن تشكرها ولن تستطيع ذلك، أنك ما راح تأدي هذا الشكر. واحد جاء، أنا قاعد أستدل إليك على هذه القضية، أنه ما ممكن تأدية حق الأم، وهذا ما يفهم بأن حق الأم حق عظيم جدا في الإسلام. رؤية الإسلامية تعطي للأم وللأمومة منزلة عظيمة جدا جدا. واحد يجي للإمام الصادق عليه السلام ويقول إليه: سيدي ومولاي، أنا حملت أمي على ظهري وحججت بها وطفت بالبيت سبعا وهي على ظهري. نعم. واحنا ما نتكلم على هذه الايام، يعني مع الراحه واليسر. نعم. والى اخره. ذاك الايام يعني ما في ويلتشير، ما في ما موجود هذه الامور، وسائل الراحه كلها مي موجوده. نعم. فطفت بها على البيت سبعا، وسعيت بها بين الصفا والمروه سبعا، وعرفه ومنى ومزدلفه والى اخره، سوت جميع المناسك وهي على ظهري، أخرجت من برها وخلاص أديت الحق يعني. فقال له الإمام الصادق عليه السلام: أنت لم تؤدي حق طلقة من طلقات الولادة، يعني هذا اللي سويته كله وهذا الجهد وهذه المشقة وإلى آخره، أنت ما أديت حق طلقة من طلقات الولادة. فما موجود عندنا شيء ممكن أن نصف به القيمة التي تحتلها الأم أو المرأة في دورها كأم في الإسلام، ما نقدر، لأنه ما موجود. واحد، هذه القضية المشهورة اللي راح إلى الرسول: أيهما أحق بالبر مني؟ قال: أمك. أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبيك. هو منطلق من الفكرة الجاهلية الموجودة في أذهان الذين دخلوا للإسلام، أن الأم هي في النهاية امرأة، ما إلها، هي تؤل وهي صغيرة تؤل ومتاع وتورث وتباع وإلى آخره، وما إلها رأي. فلما جاء إلى الرسول وسأل هذا السؤال: أيهما أحق بالبر مني؟ قال له: أمك. يعني بيجي الأب له قيمة الرجولة والرجل وإلى آخره، والمعروف في ذلك المجتمع الجاهلي. ثم من؟ ثم أمك. ثم من؟ ثم أمك. ثم من؟ ثم أبوك. يجي في النهاية. فإذا قيمة الأم عندنا ما إليها وصف، ما أقدر أن أقول إليك هل قد يعطيها وكذا. ومن قال بأن الجنة تحت أقدام الأمهات ما يعني كان يعني مبالغ في الأمر. فعلا رضا الله سبحانه وتعالى متعلق برضا الوالدين. وإحنا لما نقرأ الروايات اللي تتكلم عن حق الأم وقيمة الأمومة ونجمعها ويا هذه الأمور، نعرف أن الأمومة مقدمة على الأبوة، أو قيمتها مقدمة قيمة الأم على الأب. نجي إلى الأب، والأب هم كذلك له قيمة عالية. يعني مو نقارن بين الأم والأب ونقول له باعتبار أن الأم أعلى قيمة نقول للأب ما إليك مكانة، لا تصير هوشة تصير مشكلة. لكن قيمة رفيعة جدا إلى الأب، أن تعلم أنه أصلك الإمام زين العابدين، أنت وأنت فرعه، ولا وجود للفرع من دون الأصل. نعم. أنت تعرف أن أبوك هو الأصل، وهو الذي أعطاك والذي أبلى جسده لكي تعيش أنت في رخاء وفي رفاهية. فقيمة كبيرة هم كذلك إلى الأب. هذه الأمور وين فائدتها وين نتيجتها؟ نتيجتها لما يسمعها الأم والمرأة والأب الرجل في هذه الأيام، ويعرفون هذه القيمة الكبيرة، ثم يفضلون عليها أشياء أخرى لها قيم فقط مادية، فقط. نعم. أمور متعلقة برفاهية الحياة، متعلقة ب يعني سهولة و يعني
الأمور المعيشية، يعني أنا أترك الأمومة التي لها هذه القيمة الكبيرة كلها لكي فقط أساعد زوجي في شؤون الحياة وعشان نحصل هذا الأمر الفلاني والسيارة الفلانية والبيت الفلاني هذه قيم مادية كلها ما راح ناخذها وياهنا إلى قبورنا، وما راح تكون موجودة في حياتنا، وما راح تعطينا يعني فائدة يعني في حياتنا الأخرى إلا بسيطة جدا، ما تقارن مع الفائدة العظيمة والكبيرة اللي راح تحصلينها أنتين كأم لما بس تكون تعيشين دورش كأم وتقومين بهذا الدور خير قيام وتقدمين كل ما تستطيعين في تربيتش إلى أبنائش. احنا ما نبغى نخرج كثيرا عن شو اسمه، ولكن انطلاقا من كلامك سيد يعني هو الواقع الآن، يعني هو هكذا، يعني ان الأمومة هي آخر الهم، بل ان التربية في الـ في الـ في الـ في الأسرة الإسلامية اليوم التربية هي تربية البنت ليس كأم، ولكن تربية الأم تربية البنت كعاملة، كعاملة بعيدا عن قيم الأمومة، وليس يعني وليست متوازية معها أيضا. لا مو بس يعني احنا مو بس نخسر أم، احنا نخسر زوجها هم كذلك. ليش؟ لأن هذه البنت إذا كبرت راح تصير عاملة، زين الأنوثة المطلوبة في المرأة هي وجعفر نفس الشيء، ما في شيء مختلف، يعني هي ويا زوجها الأمر اثنينهم يسوون نفس الشيء، وممكن يعتبرون البعض أن هذه هي المساواة، والآن وصلت المرأة إلى أفضل حالاتها وهي ند الرجل وهي كذا، هذا الكلام هذا ما راح يعطي إلى المرأة قيمة خلاص الآن يلا. وقد يكون هذا يستغرق كثير من الوقت في مناقشتها، ويمكن هذه من ضمن المشاكل التي تواجهكم في عملية الزواج ومشاكل ما بعد الزواج، أكيد في كثير مشاكل تأتيكم يعني. لذلك الأمهات السابقات يعيشون مرحلة التربية والأمومة مرتين، مو مرة واحدة، هي تربي بنتها وتربي أبناء الأحفاد يعني الأحفاد. نعم نعم. بالعكس الآن تكلمنا عن حقوق الوالدين، ومنها قوله تعالى ولا تقل لهما أف، وكما قال الإمام لو كان هناك أقل من أف لذكرها الله سبحانه وتعالى، وهذا دليل الحق الكبير جدا. وعن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في اتجاه المعاكس أيضا، حقوق الولد يلزم الوالدين من عقوق الولد ما يلزم الولد لهما من عقوق. شرعيا ولا بشكل مختصر، ما هي الحقوق التي يجب أن تتوفر للأبناء على الآباء في جميع الأبعاد؟ احنا في البعد المادي يجب على الأب أن يوفر حياة كريمة إلى أبنائه قدر الاستطاعة، ما يستطيع، ولذلك يجب على وجوب النفقة متعلق بالأب، أنه أنت كأب يجب عليك أن تذهب لتكتسب وتنفق على أبنائك، هذا وجوب شرعي. التقصير فيه يوجب الذنب ويوجب المحاسبة والجزاء. ومن جهة ثانية في أبعاد أخرى مطلوب من الأب أن يسعى في ثلاث أمور ذكرتها بعض الروايات، الثلاث أمور متعلقة بالجوانب النفسية والروحية، ما متعلقة بالجوانب الدينية المادية. الأمر الأول هو تحسين الاسم، تحسين نعم. الاسم، وهذا أمر بالغ الأهمية، ممكن أن هذا له آثار وتبعات من أيام الجاهلية، أنه كانوا يختارون إلى أبنائهم عادة أسماء الضواري والأمور المتعلقة بالحروب والقتل إلى آخره، وجاء الإسلام ليأتي لهم بقاعدة خير الأسماء ما حمد وعبد. فتحسين الاسم واحد من الأمور. لكن سيد مدام بدأنا بالاسم عشان ننتقل على النقاط، ما ترى أن اليوم عملية الانحراف في التربية بدأت من الاسم أصلا؟ يعني الآن لا نسمي مثلا فلان جابوا له بيت أو جابوا له ولد لا تسمي محمد، ليش؟ لأن في محمد كثير وبعيد عن التربية الإسلامية، بعيد عن القدوة، بعيد عن، فقد يختار اسم في مسلسل له. كل هذه كلها أهواء، احنا مشكلتنا ان احنا نعيش الأهواء والأهواء تسيطر على حياتنا، بحيث انه لو ان، وهذه ممكن تصير، يعني بقول اليك جانب من الخلافات بين الزوجين، يجون اليك وهم يعني حالة توتر شديدة بينهم، ليش؟ على اختيار الاسم. زين شنو الاسم هذا؟ يمبي اسم شيء ما إلى معنى، يعني ما إلى، يعني حتى على يعني مو يسمهم هم اسم ما له معنى، ما إله معنى،
يعني أو أن المعنى بسيط جدا، ولكن هو كنغم وكيسمونه واقف فيلم أحلى و... نعم. زين، أو هذا يجي أنه يريد اسم أمه أو يريد اسم مختلف، فيصير بينهم توترات. يعني أنت تعيش تفكر شنو وصلنا إلى أي حد؟ يعني اختاروا اسم من الأمور اللي حث عليها الدين، تعالوا خيروا أسماء جميلة جدا راح تنادى بها. ليش في بعض التعليلات ليش اختيار الاسم ضروري؟ لأنه سوف ينادى به في يوم الحساب. حسنوا أسماء أبنائكم لأنهم أو لأنهم سوف ينادون بأسمائهم وأسمائكم في يوم الحساب. فأنت إذا جيت حطيت لي اسم ما أدري شلون، يعني ليش الفضيحة؟ ليش تفضح؟ بعضهم يختار اسم من القرآن ولكن لا يعلم معناه، يعني مثلا في مرة من المرات خلنا نقول إليك ما شيء مخدة معناتها بالعربية مخدة، يا فلان يا مخدة تعالي، هو اسمه في القرآن يعني اسم ثاني اسم يعني، بس هو اختاره بدون أن هذه حادثة حقيقية بقولها إليك. جاء لي واحد بس شنو بتسمي بنتك؟ قال مآب. قلت له ويش هاي مآب؟ يعني مآبا مآب يعني رجوع. نعم. مآب له إيه. إن للطاغين مآبة. قال لا هذا موجود في القرآن. قلت له إيه موجود في القرآن إن للطاغين مآبة، شنو هذا الاسم يعني؟ لا مرتبط بالطاغين أيضا إيه. رجوع يعني ما إله معنى. فأول يعني حقوق الابن على أبويه أن يحسنا اسمه. نعم. ثاني حق أن يعلماه القرآن، وهذا أمر ضروري جدا. بعد هذا ممكن أن احنا نلاحظ أنه مو موجود في حياتنا بشكل كبير. نعم إذا كان موجود فتعليم على مستوى القراءة وفقط أنه يحسن قراءة القرآن، وإحنا نريد مستوى أبعد من أنه فقط يحسن قراءة القرآن. ولاحظ أهمية هذا الحق في رواية أن الإمام الحسين عليه السلام أحد المعلمين علم أحد أبنائه الفاتحة وقل هو الله أحد، يعني الآن ترديد من عندي. زين، فشنو سوى الإمام الحسين؟ حشى فاه درا، يعني هاي الأحجار الكريمة خلى حشى فاه يعني شحن بوزة منها، مبالغة في العطاء والإكرام، وهو علمه سورة من سور القرآن ووحدة من سور القصار. فلاحظ اهتمام أهل البيت عليهم السلام وجعله واحد من الحقوق التي بها يعني يصبح الأب قد عق ابنه إن لم يعلمه القرآن ويحسن تعليمه للقرآن. الأمر الثالث هو تأديبه. تأديبه. يمكننا ننتقل سيدنا إلى إلى إلى, إلى ما هي القيم، يعني ما دام هو تأديبه أيضا، القيم اللي أكد الإسلام، القيم الإسلامية التي أكد على ضرورة غرزها في الطفل. ممتاز. إحنا نريد نقول في ناحية التأديب الأدب يختلف عن الخلق، الشجاعة، الاحترام، يعني الكرم، كل هذه أخلاق. أما الأدب، الأدب هو التعامل الصحيح. لما يدخل كبير للسن إلى المأتم وما يكون موجود في مكان، والطفل جالس على الكرسي مثلا، يعرف الطفل أن الآن ما دام في كبير سن ما حصل مكان، أنا لازم أقوم وأعطيه مكاني، هذا أدب. لما الكبار يتكلمون في أمر معين هو يدخل وياهم في الخط، هذا خلاف الأدب. أنه إذا جلس ويا أبويه ما يمد رجايله، هذا أدب. أنه إذا تكلم أو أبويه موجودين في المكان ما يرفع صوته فوق صوت أبويه، هذا كله آداب. فهي الآداب المطلوب أن يتعلمها في السبع سنوات الثانية، مثل ما تكلم أستاذ صلاح، السبع الثانية سنة سبع التأديب، والتأديب مو العقاب، التأديب هو تعليم، أن نعلمه الأخلاق الحميدة، أن نعطيه الآداب الحميدة وخليه يتشربها، بحيث أنه لما يدخل سن المراهقة أو سن الرشد يعرف شنو يتعامل، شلون يتكلم، شلون يتصرف. هذا كبير في السن ما أقدر أن أنا أرادد أو أن أنا أرد عليه بكلمة، وهذا شيء من الأمور
الذي مو بنشوف مشاكلها في هذا الجيل، لكن سوف نراه في العشر سنوات الجاية. ليش؟ لأن الآداب اللي يأخذونها أبنائنا الآن يأخذونها من وين؟ ما يأخذونها من آبائهم، يأخذونها من المواقع ومن مواقع التواصل ومن الألعاب. ولذلك أنت كثير من الآباء يجون يتكلمون نحن ما نقدر على أبنائنا. شنو ما تقدر على ابنك؟ أنا ما فاهمها. ليش أنت ما تقدر على ابنك؟ لأن إن هو أخذ أدبه من هاي الأماكن، خذ الأدب يعني باختصار أخذها من الشارع، بالشارع بس الشارع الإلكتروني صاير، الشارع الإلكتروني من الشارع الافتراضي. نعم. زين، فيجي يتكلم ويا بابا لا تلعب البلاي ستيشن 16 ساعة، العبها بس 10 ساعات، يا بابا قوم اركب وياي، تعال وياي، شيل وياي، حط وياي، ما تخلوني كذا إلى آخره، ويشيل كلام. زين سيد، مدام احنا نتكلم عن خطورة هذا الموضوع، ما هي الخطورة للوالدين؟ يعني هذا احنا نتكلم تقريبا في نفس الشيء، ما هي الخطورة ان الوالدين يتركان التنشئة الروحية للأبناء اما كسلا او يعني جهلا، يتركونهم على حالهم يعني بدون تنشئة روحية للطفل؟ المشكلة راح تكون بالغة. أنا أستشرفه من الواقع الآن، مستقبلا راح تشوف كثير من الأبناء وكثير من البنات يفتقرون إلى الأدب، يفتقرون إلى التعامل، الضرابة اللي احنا نسميها التكانة هذه راح تكون مي موجودة. يعني بيجي عندنا فترة إن لم يكون الآباء على قدر المسؤولية راح يجي عندنا هذا. بعد أغفلنا قضية أنه أبناء ما يصلي أو ما يهتم بالصلاة أو ما يعتبرها واجبة، أو بنت ما تهتم بالواجبات، ما تهتم بعفتها، ما تهتم بحجابها وإلى آخره، وفي آثار موجودة منها في هذا الجيل. هذا اللي راح يصير مستقبلا ما موجود أدب. يعني ما تقدر انك تتكلم ككبير تعتبر ان روحك انك انت راح تصير في حصانة باعتبار انك انت كبير في السن من لسان واحد اصغر منك، ما راح تصير عندك هاي الحصانة. حتى العالم ما راح يصير عنده الحصانة من الصغار او من الجهال، لان الادب هو طبعا عليك. هناك خطورة، ولكن هناك من يستسلم لتأثير عناصر البيئة الخارجية. كيف نرد عليها؟ محبطين من البيئة الخارجية، هذا ينسحبون جزئيا أو كليا من عملية التربوية. هذا الأمر مو وليد هذه الأيام. عشان نرمي ثقل التربية على التلفون أو على الإنترنت أو كذا، مو موجود هاي الأيام فقط، سابقا هم كذلك في يعني عملية انسحابية من العملية التربوية بسبب أسباب أخرى مثل الفقر، مثل ما عندي وقت وكذا إلى آخره. من يتحمل المسؤولية سوف يربي، ومن هو خالي مسؤولية قبل أن يتزوج لن يقوم بعملية تربوية. نعم. يعني قبل الختام، وهو الشيء المحوري، هو وما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون، لماذا العبادة هو التكامل. كيف يمكن أن نربط العبادة وحث الناشئ أو توجيههم نحو العبادة بعملية التربية وتنمية الأخلاق بشكل سريع؟ وكان يمكن هذا لو خلينا السؤال في البداية أحسن، أنه ضروري جدا. زي بشكل سريع، هو عندنا يعني طريقة السيدة الزهرة عليها السلام كانت تقوم بها، وهي التعليم عن طريق الفعل. نعم. وروايتها في تعليم أبنائها صلاة الليل، أنها كانت تقوم لصلاة الليل وهي وأبناؤها جلوس ينظرون إليها، فهم تعلموا شنو صلاة الليل، وقت صلاة الليل، بأي طريقة تصلى، شنو يقولون شنو ما يقولون. وفي النهاية قامت تدعو إلى جيرانها، والإمام الحسن جاء تدعين لجيراننا وما تدعين لنا، فقالت له الجار ثم الدار. بهي الطريقة السيدة الزهرة عليها السلام علمت أبنائها شلون العبادة الصحيحة. وحنا نوجه الآباء إلى أنه الشيء الأفضل في تعليم العبادة هو أن أنتم تكونوا متعبدين، أن أنت تقوم لصلاة الليل، تصلي صلاة الصبح في وقتها، تصلي تقرأ القرآن. بهي الطريقة راح أبنائك يسوون مثلك، لأنهم يحاكون ولأنهم يتعلمون أكثر عن طريق الفعل. سماحة السيد، شاكرين هذه المشاركة، ولضيق الوقت طبعا ما قدرنا نغطي جميع الأسئلة وجميع المحاور، ولكن حاولنا من خلال هذه الإطلالة السريعة أن, أن, أن نطل ولو بشيء قليل على بعض الجوانب في جوانب التربية، وهي الجانب المهم جدا. أعزائي المشاهدين، قبل الختام، حتى يتجدد اللقاء بكم أعزائي في حلقة جديدة من برنامج نافذة تربوية، وبعد الشكر
لسماحة السيد هاني المعلم والأستاذ صلاح الخواجة، في أمان الله.